بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، عم بيقدم معرض الأعراس ويرينغ فوليز بالبيير وبدورته الـ 12 أحدث الأفكار والعروضات. بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أكثر من 150 شركة مجتمعين بمعرض الأعراس السنوي بالبيير ليعرضوا كافة مستلزمات الأعراس. من شركات منظمة للأعراس لشركات مأكولات، منتجعات سياحية وشركات سفر، مصممي الأزياء وخبراء التجميل وغيرهم عم بيتنافسوا ليعرضوا أحدث الترندز والعروضات والأفكار. والهدف تمكين أقصى عدد من المقبلين على الزواج من دخول القفص الذهبي بسهولة وبأفضل الظروف الممكنة. ونحن حبينا أن نعمل معرض بهالحالة وبهالوقت، خصوصا تنفرجي العالم أنه نحن بقيين بهالبلد وانه ما لازم يتجوزوا برات البلد، وبدنا نشجع اقتصاد البلد وبدنا نضل بهالبلد حس هيدا البلد إلنا. وهذا اللي عم بتشوفوه قدامكم هو افكار جديده عم نهديها للمشاهدين او للناس عم بيزوروا المعرض، لنقلهم عن جد كل شيء بيطلع من لبنان ولا نحن فنانين. هالمعرض يلي بيستقطب نحو 20,000 زائر سنويا بيستمر لغايه 22 من هالشهر وبيفتح ابوابه من الاربعاء للعشرة المساء. توصل وزراء مالية منطقة اليورو لصيغة نص مشترك مع اليونان ممكن أنه يكون أساس للحل على تمديد خطة لإنقاذها، وعم تجري اليونان محادثات ببروكسل مع منطقة اليورو لتفادي إفلاسها بعد انتهاء برنامج إنقاذ المالي ب 28 شباط هالشهر.